مرحبا، يعطيكم العافية. طبعا الكل منا بيعرف شو الحمص. الحمص مشهور كتير في كندا، الكثير من الكنديين بوكلوه. والإشي الغريب اللي شفته في كندا وما شفته في بلادنا انه الحمص هون في منه انواع، في حوالي 15 نوع. في منه بتلاقيه حمص عليه بندورة، حمص عليه شطة، حمص عليه لحمة، حمص السفرجل، حمص بأنواع كتيرة، خضار مخلوط بالجزر. وطبعا هذه الاختراعات بتغير من مذاق الحمص، هذا شيء جيد. اليوم شفت شغلة غريبة اسمها حمص رولز، اللي هي زي ما انتم شايفينها هون، وموجود في النص هريسة حمراء، اللي هي هريسة اللي هي الشطة باللغة المغربية والتونسية. راح نجرب هذا الشيء، أول مرة أنا صراحة أذوقه، لكن شيء جميل إنك تجربه، وشيء جميل إنك تطور في صناعات الغير. يعني هي الحمص هو أكلة شامية وهنا طوروها سبحان الله. فإن شاء الله أهلنا هناك يطوروا كتير من هاي الشغلات ويحاولوا يصدروها، لأنه هاي بتنوع الثقافة وبتقوي الصلات بين الشعوب. حنفتح العلبة وحنورجيكوا شو فيها. طبعا زي ما انتم شايفين الآن فتحنا العلبة، عبارة عن حمص أو أسطوانة حمص محطوط عليها سمسم في الخارج، سمسم محمص وسمسم مش محمص، وفي الداخل أعتقد هي الشطة. خلينا نجربها. طبعا عشان بس نورجيكو ديمونستريشن، انا حطيت هون على بسكوتي او بسكوت مالح، بتقطعها عادي، اشي سهل جدا. خلينا ندوقها. هذا حمص بالفلفل، حمص بالبيتس، حمص بالبصل، هذا حمص صغير مرة واحدة للاستخدام، تفتحه تاخذه معك وين ما رحت.